بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في سورة الحمد من جهه اهميه السوره تقدم والكلام الان في مزايا سوره الحمد ومقاصدها وهذا ايضا من الابحاث الذي تفرضه المنهجيه العلميه للبحث قبل الدخول في معرفه مضامين السوره لابد من المرور في مبادئها اولا تتميز سوره الحمد عن سائر السور القرانيه بمزايا المزيه الاولى أنها من مبدئها إلى مختتمها عبارة عن دعاء يبدأ به العبد بالحمد والشكر ويختم السورة بدعاء في الهداية الهدايه على طريق اولياء الله والبراءه من اعداء الله وهذا اسلوب عالي جدا يعلم الانسان كيف يتحدث مع ربه وارد في الادله الشرعيه في الروايات أن العبد إذا أراد أن يسمع كلام الله عز وجل فعليه بقراءة القرآن، وإذا أراد أن يكلم الله ويسمع الله عز وجل كلامه فعليه بقراءة الدعاء فكلام الله خطاب الله لعبده والدعاء خطاب العبد لربه وبين القران والدعاء الفرق واضح عند الكل سوره الحمد جمعت الاثنين معا هي دعاء في منطوق قرآني هي قرآن مضمونها الدعاء وهذه ميزة تميزت بها عن سائر سور القرآن تعلم الإنسان كيف يدعو وكيف يقر على نفسه بالفقر والحاجة بعد البسملة يقول الحمد لله رب العالمين هذا شكر على نعم الله ثم يذكر الباري بأعز صفاته الرحمن الرحيم هاتان صفتان هما سر الوجود حدوثا وبقاء لولا الرحمه الالهيه ما خلق الله العالم ولولا الرحمه الالهيه ما ابقى الله العالم العالم في نفسه مفتقر محتاج الى ربه بالرحمه اوجده لأنه رحيم، والأعمال التي يقوم بها البشر على الأرض، القبايح، الذنوب، كفيلة بحرمانه من الوجود، واستئصاله من الحياة، ولكن بالرحمة يعطيه الفرصة للبقاء أكثر، والدوام أكثر. فالعبد يحمد ويشكر ثم يثني على ربه باهم صفتين هما سر الوجود حدوثا وبقاء ثم يقر على نفسه بانه عبد وهذا الاقرار هو في نفسه سر من اسرار العبوديه اهل المعرفه ملتفتون الى هذه القضيه العبد اذا اراد ان يصل الى مطلوبه من ربه اول شيء عليه الاقرار المذنب حتى يصل الى غفران الذنب لا بد وان يقر على نفسه بالذنب بعد الاقرار بالذنب يطلب العفو فيعفى عنه الذي له حاجه عند ربه اي حاجه كانت ماديه كانت معنويه كانت لا بد وان يقر على نفسه بالفقر والحاجه المطلقه الى ربه ويقر على نفسه بالتقصير امام ربه اذا اقر على نفسه بالحاجه واقر على نفسه بالتقصير في مقام ربه ثم سال الحاجه تعطى هذا ادب في الدعاء في سوره الحمد الباري عز وجل يعلمنا به فهذه ميزه قد لا توجد في السور الاخرى من القران لكنها في سوره الحمد متميزه بهذا الميزه الثانيه ان هذه السوره في منطوقها وردت بصيغه الجمع لا بصيغه المفرد الحمد لله رب العالمين مو ربي رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد مو اعبد واياك نستعين مو استعين الى ان يقول اهدنا الصراط المستقيم مو اهدني هذه صيغه الجمع في هذا الدعاء يكشف عن حقيقتين هامتين الحقيقه الاولى ان العبوديه قضيه مشتركه بين جميع الخلق لا يتميز فيها انسان عن انسان ولا يتميز فيها انسان عن حيوان الكل عبد لله قضيه مشتركه بين الجميع ما يمتاز بيها غني وفقير جاهل وعالم صاحب منصب ومصاحب منصب كلهم عباد لله إيش قد ما يريد يكون الإنسان مرتقي ومكتمل ومفتخر بما عنده من مزايا سورة الحمد تعلمه ادب العبوديه ان ما يملكه الانسان من مزايا هذه ليست اوسمه ليست خصائص هذه وظائف مسؤوليات لانه عبد لله اذا يكون الانسان عالم لازم يعرف ان العلم مو وسام العلم مسؤوليه اذا يكون تاجر وصاحب مال المال مو فخر حتى يفتخر بي ويتباهى بي على الاخرين المال وظيفه مسؤوليه عين عليه صاحب المنصب هم هالشكل اي قوه من القوى صاحب وجاه يكون هذه ليست مزايا لان العبوديه هي الاصل المشترك بين جميع الخلق وهذا يتلوه الانسان في كل يوم في سوره الحمد سوره الحمد تقرع الاسماع والقلوب في كل يوم خمس مرات في الصلوات الانسان يقولها فلا بد وان ينتبه الانسان الى هذا انها لماذا وردت بصيغه الجمع وما وردت بصيغه المفرد ايها البشر اينما بلغتم كيفما وصلتم اي قوه امتلكتم انتم عباد لله فلا داعي للتباهي وللتفاخر وللاعتزاز وللشموخ بالاناف واظهار القوى على الضعفاء وامثال ذلك القضيه الثانيه وهي حقيقه ايضا وردت بصيغه الجمع حتى تبين الآية أن الإنسانية أيضا جامع مشترك بين جميع الخلق، الإنسان لا يفكر يقول أنا من أهل الجنة وفلان لأنه يفعل المعاصي من أهل النار، يترك الحساب إلى ربه هو يحب الجميع ويحترم الجميع ويقدر الجميع لأنهم عباد لله هذا الشعور قد يصعب على بأل البعض ولكن في سورة الحمد نتعلم هذا الأسلوب كل من يقرأ سورة الحمد ليس كل من يقرأ سورة الحمد معصوم من الذنوب وليس كل من يقرا سوره الحمد لا يفعل القبائح ولكن كل من يقرا سوره الحمد هو انسان فلا بد وان يحب الانسان يثمن الانسانيه المتع فيه يحبه يحترمه هذا الشعور في سوره الحمد اذا الانسان التفت اليه الكثير من العداوات والخصومات ترتفع من المجتمع الانساني اذا الانسان يقرا هذه السوره بقراءه القلب والعقل مو بقراءه اللسان تشوفون كثير من المشاكل الاجتماعيه ترتفع الكثير من الحسد يرتفع الكثير من العداوات من اكل الحقوق يرتفع وهذه ميزه في سوره الحمد نتعلمها الميزه الثالثه انها من مبدئها الى مختتمها تضمنت اصول الدين وفروع الدين هذا المطلب يحتاج الى مقدمه علماء الكلام في بحث اصول الدين يقسمون الاصول الى خمسه التوحيد والنبوه والامامه والمعاد والعدل العدل يلحق بالتوحيد العمده هذه الاربعه لدى بحثهم في هذا بعد ثبوت اصل الخالق تبارك وتعالى يبحثون في توحيده ان الخالق واحد مو متعدد. توحيد الخالق يصنفوه على مراتب وأقسام ولهذا التصنيف أنحاء، وأنا أذكر واحد فقط منها. توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال ثم توحيد العباده ثم توحيد الاثر يجب على كل انسان ان يعتقد بهذا بالوجوب العيني ان يعتقد بوجود الخالق ويعتقد بوحدانيه الخالق في ذاته وفي صفاته وفي افعاله وفي عباداته وفي عبادته وفي اثره لا يمكن للانسان ان يكون مطيعا لربه ولا يعتقد بهذه هذا من الواجبات العينيه ثم يجب على الانسان بالوجوب العيني ان يعتقد بالمعاد وأن للعالم معاد يعود إليه ويجزى كل بعمله. بين الخالق وبين المعاد هذه الفترة. اكو أولياء لله يمثلون إرادة الله وعلم الله وقدرة الله. هم الأنبياء والأئمة عليه. والإنسان مكلف بين المبدأ والمعاد أن يتبع أنبياء الله والأئمة الذين نصبهم حججا على الخلق، هذه عصارة أصول الدين التي يجب على كل إنسان بدون إستثناء كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة غنيا أو فقيرا كل إنسان يجب أن يعتقد بهذا هذه الحقيقة في سورة الحمد الباري عز وجل خصا يبدأ من قوله الحمد لله هذا لفظ الجلالة هو مجمع جميع صفات الجمال والجلال الالهي سناتي ان شاء الله في بحث البسملة حينما نقول بسم الله يعني شنو بسم الله هذا اللفظ المبارك الله هو مجمع صفات الجمال والجلال الالهي الرحمن الرحيم. اصل حدوث الخلق بالرحمه الالهيه. وديمومه الخلق بالرحمه الالهيه. وخلود البشر في الاخره بالرحمه الالهيه. الخلود في النعيم. البشر ما خلق لاجل ان يفنى. خلقتم للبقاء لا للفناء هذا البقاء من اي صفه من صفات الله باي صفه من صفات الله يبقى ويدوم ويخلق بالرحمه لذا الباري عز وجل ما قال غير الرحمن الرحيم في هذه الايه مع ان صفات الباري عز وجل كثيره ثم مالك يوم الدين مالك يوم الدين يعلم الانسان ايها البشر انت في حياتك اليوميه لا تغفل عن هذه الحقيقه فتفعل كما تشاء اعرف ان وراك يوم هذا اليوم له مالك سيؤاخذك ويحاسبك جعلك في الدنيا حرا تفعل ما تريد كلفك بالامر وبالنهي بس ما منعك من ان تفعل ما تريد انت في الدنيا افعل ما تريد ولكن في الاخره مو انت تفعل ما تريد ربك يفعل ما يريد ويحاسبك إذا يلتفت الإنسان الى هذه الحقيقة وهواية من الذنوب والمعاصي تروح إذا يقرأ الإنسان هذه السورة بقراءة قلب مو بلقلقة لسانه ثم إياك نعبد توحيد العبادة إياك نستعين توحيد الأثر اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء في غايه الجلاله والعظمه حتى لا يكون الانسان غافل او يدعي بعض الناس انهم لا يعرفون هذا المعنى يشرح مراده من الصراط المستقيم بس ما يشرحه بالمفهوم النظري اللي ربما يصعب على اذهان العموم من الناس ويريد له أهل اختصاص وأهل معرفة يوصفه ويعرفه بالمصداق صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم عليهم أنبياؤه وأولياؤه وفي نفس الوقت يبين الجهة المخالفة غير المغضوب عليهم إذن هناك جماعة أنعم الله عليهم. وهناك جماعة غضب الله عليهم. الذين أنعم الله عليهم صراطهم مستقيم. والذين غضب الله عليهم ضالون. فعلى الإنسان المؤمن أن يعرف موقفه وين يكون في أي طريق في أي سبيل يمضي. هذه الحقيقه تبين لنا عظمه سوره الحمد، ولماذا الباري عز وجل جعلها واجبه في الصلوات، ليش؟ حتى تتكرر على الانسان في كل يوم في كل يوم تمر على الانسان هاي المفاهيم. الملفت ان في بعض الروايات ورد ان سوره الحمد عباره عن محاوره في عالم الغيب بين الانسان وبين الله. كل ما يقرا الانسان من سوره الحمد ايه يخاطبه الله عز وجل بجواب مقابل قلنا في الميزه الاولى اذا اردت ان يكلمك الله اقرا القران واذا اردت ان تكلم الله ادعو سوره الحمد هم قران وهم دعاء لذات تضمن محاوره بين العبد وبين ربه لاحظوا هاي الروايه الرواية عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هاي الرواية مروية بطرق الفريقين يعني مو فقط بطرق نواردة عن النبي صلى الله عليه وآله قال قال الله عز وجل، هاي هم إشارة أخرى إلى عظمة هذه القضية. القضية مو رواية نبوية، قول عن الله عز وجل. يعني هي قرآن ولكن بأسلوب آخر كالحديث القدسي. قال الله عز وجل قسمت فاتحه الكتاب بيني وبين عبدي نصفيا نصف لله ونصف للعبد فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، لأن هي كلها شنو؟ دعاء فما يسأل العبد في سورة الحمد الله عز وجل يعطيه ما سأل شنو هذا الذي يعطيه؟ لاحظوا إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا بها سورة الحمد قال الله جل جلاله بدا عبدي باسمي وحق علي ان اتمم له اموره كل مره كل مره هذا الاطلاق الزماني الموجود فيها يدلل على ان كل مره الانسان يقرا البسملة بقصد سورة الحمد، الله عز وجل يحاوره بها وحق علي ان اتمم له اموره، وأبارك له في احواله، هذا اللي بالامس قلت الناس اذا يلتفتون الى ما في سوره الحمد حياتهم تصير جنه لاحظوا مضمون هاي الروايات هاي الروايه فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل جلاله حمدني عبدي وعلم ان النعم التي له من عندي وان البلايا التي دفعت عنه بتطولي اشهدكم للملائكه الخطاب اشهدكم اني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة يعني في الدنيا يصير من المنعم عليهم من الذين أنعمت عليهم غير نعم الآخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة شقد أكو بلايا في الآخرة الله يدفعها عنك كما دفعت عنه بلايا الدنيا لو العبد يلتفت الى هذا المضمون يشوف حياته تصير هنيئه مريئه ما بها مشاكل خاليه من الملايا بالدنيا اعمار مديده واجسام صالحه وصاحيه وارزاق مكفوله وذريه طيبه حياة هني بس كون يقرب قلبه وبعقله مو بلسانه اللي يقرأ وما يشوف الأثر لازم يعرف أن قراءة قراءة لسان ما تتجاوز الصوت وحركة اللسان أما إذا دخلت إلى عمق القلب والعقل يشوف حياته تصير هانئة وديعة وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله شهد لي عبدي أني الرحمن الرحيم أشهدكم للملائكة يقول لأوفرن من رحمتي حظ مغمور بالرحمه يصير. "ولاجزلن من عطائي نصيبه". هذا ليش يشهد يسوي ليش؟ ليش يشهد الملائكه؟ حتى يبين للناس ان القضيه حتميه لا تقبل التخلف. ومتيجي فرد اعمال يمكن تزيل هاي الاثار لان يعني اكو شهاده عليها والملائكه شهود فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى اشهدكم كما اعترف بأني أنا المالك يوم الدين لا أسهلين يوم الحساب حسابه يصير في مأمن ولأتقبلن حسناته ولا أتجاوزن عن سيئات هاي نون التأكيد هنا اش قد بها دلالة على حتمية هذه القضية فإذا قال إياك نعبد قال الله عز وجل صدق عبدي إياي يعبد أشهدكم لَأُثِيبَنَّهُ عَلَىٰ عِبَادَتِهِ ثَوَابًا يَغْبِطُهُ كُلُّ مَنْ خَالَفَهُ فِي عِبَادَتِهِ لِي من اللي خالفه في عبادته المؤمن الموالي لازم يعرف هذا المعنى وين اللي يتبع الذين أنعم الله عليهم والذي يتبع المغضوب عليهم والضالين هذول اللي اتبعوا الضالين والمغضوب عليهم راح يغبطون الذين أنعم الله عليهم لأن اثنين هم يصلون واثنين هم يقرون سورة الحمد بس راح يشوفون أن العطاء الإلهي لهذا دون هذا لازم الإنسان يعرف وين يخلي رجله وين يمشي وخلف من يتبع فاذا قال واياك نستعين قال الله تعالى بيستعان عبدي والي التجا اشهدكم لاعيننه على امره اي امر يطلب ويقع فيه الله يعينه عليه ولاغيثنه في شدائده أي يعني ما تختلف شدائد فرديه تكون او شدائد اجتماعيه بلايا فرديه شخصيه لو بلايا امه أكو إغاثة من الله عز وجل ولآخذن بيده يوم نوائبه كل نائبة تنزل به تترك الحليم حيران الله عز وجل يأخذ بيده ما يخلي ظل ما يخليه شط ما يخلي ينحرف ويصير ألعوبة ويضحك علي القاصي والداني ويبيع دينه ودنياه لغيره ينجي من مثل هاي النواة فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله عز وجل هذا لعبدي أهديه الصراط المستقيم <applause> ولعبدي ما سأل هاي ولعبدي ما سأل عجيبة في الدلالة أي شيء يسأل أي شيء الله عز وجل يعطيه إلا إذا يسأل فهذا شيء فيه محذور عقلي أو فيه محذور شرعي. إذا ما في محذور عقلي أو ما في محذور شرعي، الله يقول لعبدي ما سأل وقد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمل، مو بس ما سأل حتى ما يأمله يطمح إليه يتمنى حتى لو ما سأله يعطي وآمنته مما منه وجل كل شيء اللي يصيبه بحزن أو هم أو غم أي شيء اللي ممكن أن ينزل على الإنسان يقبض قلبه ويحزنه الله عز وجل يأمن منه هاي حياة جنة هذه مو حياة دنيا حياة جنة إنسان خالي من الأحزان خالي من الهموم خالي من الغموم أرزاق مكفولة صحة تامة معيشته ميسرة عند ربه مرضي عند نفسه مرضي هاي مو حياة دنيا هذا يتوقف على أن يعرف في سورة الحمد حينما يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين ماذا يقول وماذا يتوجب عليه أن يفعل هذا هو هذه الرواية فيها دلائل عديدة الوقت أدركنا نوكلها إلى وقت آخر إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بسورة الحمد وأن يجعلنا من التابعين لأوليائه وأنبيائه المتبرئين من أعدائه ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين آه